بالنسبه ديال هذه العقليه ديال الفقراء الصاد، انت ملي بدات تنجح اول حاجه تبدا تسمع الهضره عليك كدور، فهمتش؟ ما يمكنش ما تسمعش عليك الصاد الهضره. كاين بزاف ديال الناس كيسمع الهضره كيشري في حاله، وتما داكشي اللي بغاو هما يا الصاد، فهمتي؟ الناس الواعره كتكمل ساعه المجرد مكمل الصاد الخدمه ديالو كدوي عليه، اجي خرج للشارع اجي تبلونطا الشارع تعيا ما تقول لي لا واه كذا لا واه طاطا لا واه رارارا لا واه سطاطا، تبقى تعاود ديك الهضره خاويه. اجي خرج للشارع اجي تبلوك الشارع، فهمتي؟ الشارع كاع الناس تبغي تصور معاه الخدمه ديالو الصاد اللي كدوي كي داير المازيراتي. لاباس على اخويا كتسلم عليك والله يعطيك شي مازيراتي احسن منها ان شاء الله انت والدراري كاملين. ويا فهمتي هاد المازيراتي وهادشي كامل اللي كيبقى كيبان، فهمتي؟ هادشي اللي كيبان هيت يبان من على برا، فهمتي؟ كاين من وراه. انا تيعجبني داكشي اللي من وراه، لحقاش الناس كتشوف شي مغني واعر دار شي حاجه، ولكن من وراه داك الغنى كاين بزاف ديال الخدمه، فهمتي؟ الموضوع اللي كنت بغيت ندوي عليه الاخوان بكل اختصار وبكل عجاله هو جاي في الطريق ما ردش البال، كنت تلقى موسيقى صورت ستوريه، ابخي ما صورت ستوريه جيت تنتفاجئ واحد الوقيته قلت اجيو في ستاسيون ناخذ قرعه الماء، كنقرا دوك الميساجات اللي كيجيو لقيت، فهمتي؟ علاش كتسمع لهاد خونا الساط خونا راه تفضح ما تبقاش تسمع ليه الساط، راه غير انت غير شي بعض الاقليات اللي كيامنوا بهاد التخرميزات ديالنا ما تبقاش تسمع لهاد خونا مسلم كنسمع لها الساط على حقاش الخدمه ديالو واعره، فهمتي؟ الخدمة ديال مسلم واعر، المزيكا ديالو واعر، المزيكا ما كاينش شي مزيكا في الراب قليل تسمعها مع والديك وتقولي يا ربي ما تدوز حتى كلمة، المواضيع واعرة، صاد الخدمة هي اللي كدوي على بنادم، هذاك الشيء ديال لا واعر، صاد راه فهمتي؟ وحاجة أخرى حتى هذي كتعلمها في مدرسة الفقر، فهمتي؟ هذي حتى هي هو الدرس ديال اليوم، لأن فهمتي بقيت كنقول علاش صاحبي الدراري دايرين بحال هكا؟ ما تسمعش لهاد خونا هذا راه واخا يكون طرا اللي طرا الصاد، واش شنو هي اكبر فضيحه انا كتبان لي والله اعلم هي ديال الصناجي، انت شفت شنو محرك من وراها وغادي وغادا الامور، اشنو هي اكبر فضيحه مثلا كتخايلها دازت في التاريخ؟ هي ديال الكارديشيان، الكارديشيان خدامه وباقا خدامه وغادي تبقى خدامه وباقا غادي تعيش حياتها وبخير، الساط راه ما كايناش شي حاجه سميتها خونا تفضح ما تبقاش الساط، راه الخدمه هي اللي كدوي على بنادم، ساعد المجرد الخدمه ديالو هي اللي كدوي عليه، خلينا من ديك الهضره ديال اخونا هذاك شي صاحبي ديال اللوزر صاحبي، فهمتي؟ هكا تيفكروا الناس بيان سور خاص يكون واحد الناس كيفكروا هكا، ولكن بما انك كتابعني ما بغيتش تفكر هكا، فهمتي؟ الناس اللي كتابعني ما تستحقش تفكر هكا، فهمتي؟ بيان سور ماشي ناثر عليهم كاملين، ولكن ناثر على واحد الكميه ديال الناس، فهمتي؟ واحد النسبه ديال هذه العقليه ديال الفقراء الصاد، انت ملي بدا تنجح اول حاجه تبدا تسمع الهضره عليك كدور، فهمتي؟ ما يمكنش ما تسمعش عليك الصاد الهضره، كاين بزاف ديال الناس كيسمع الهضره كيشري في حاله، وتما داكشي اللي بغاو هما يا الصاد، فهمتي؟ الناس الواعره كتكمل ساعات المجرد مكمل الصاد الخدمه ديالو كدوي عليه، اجي خرج للشارع اجي تبلونطا الشارع تعيا ما تقول لي لا واه كذا لا واه طاطا لا واه رارارا لا واه سطاطا، تبقى تعاود ديك الهضره خاويه. اجي خرج للشارع اجي تبلوك الشارع، فهمتي؟ الشارع كاع الناس تبغي تصور معاه الخدمه ديالو الصاد اللي كدوي عليه مسلم، اجي خرج للشارع اجي تبلوك الصاد الشارع، فهمتي؟ الناس تبغي تصور معاه هذاك الشيء كامل اللي انت كتعيش فيه، هذيك الخزعبيلات الخاويه ديالك، فهمتي؟ وتيصحاب الصاد راه هذا راه ما تبقاش تسمع صاحب الناس راهي بوحدك كدوي، راهي بوحدك كدوي، باش نتصرف عليك من القمه ما نقولش لك بوحدك كدوي، جاني الصاد فهمتي مع التحمس بزاف باش نرفع عليك من القمه ما نقولش لك بوحدك كدوي، اسيدي انتم واحد 10% كدوي، فهمتي؟ ولكن الصاد راه الخدمه ديال الواحد هي اللي كدوي عليه في الاخر، الخدمه ديالك الصاد، انت الصاد ملي جيت جاي تبي دير شي حاجه في حياتك هي اللي تبدا، هي اللي تبدا باش تعرف النتيجه ديال انك كدير شي حاجه في حياتك، خاصها تبدا الهضره وخاص تبدا الكلاش وخاص تبدا شي وحدين كيجيو تيبغيو يخشيو لك العصا في الرويضه، لان انت الحمد لله الرويضه غاده، دونك فهمتي؟ خاص شي خونا يجي، اما الا ما لقيتش شي واحد جا حاشا عليك حتى شي واحد ما كيوقفك حتى شي واحد ما كيكلاشيك حتى شي واحد ما كيرونك، عرف راك فهمتي راك غادي في شي خلا وما مرتاحين من جيتك، فهمتي؟ راك ما دير حتى شي حاجه في حياتك، فهمتي؟ مع شي وحدين تقول ما بغيتش الناس يحقدوا عليا صات وات ذا فاك، بغيهم انا ما بغيتهمش انت يحقدوا عليك جيبهم انا يحقدوا عليا، فهمتي؟ جيبهم انا يحقدوا عليا صات. شكون هما اكثر الناس اللي حاقدين عليهم في هذا العالم هذا؟ شكون هما؟ الكارديشيانز فاميلي، هما ديك العائله تاع الكارديشيان ياك، هما اللي حاقدين عليهم عباد الله، وهما اللي ضاربين زباله الفلوس، فهمتي؟ اشهار بزباله الفلوس لان عين بنادم محطوطه عليهم، فهمتي؟ لانه تدير برودوي شنو سميت هذيك
ديك السطا الصغيوره ديالهم اخوان. شي واحد كتب لنا سميتها كنسى سميتهم انايا. ديك السطا الصغيوره عندهم في العائله صايد فهمتي، كتمشي اش كدير، كتبارطاجي واحد البرودوي، كتجي لهم راه هاد العكر هذاك داك داك تا شوبيفاي كيف غننا معلم، السيلز كيطلعوا المبيعات كيديروا فيت كيليت جينر. ها هو السيد كتب السميه ديالها، الله يحفظك با ستيفان سفيان. وانا انت صاحبنا صاحبي ياك. اش كيطرى كيلي كتبارطاجي هاد العكر هذا واعر، وكتحط اللين ديال السطور كيديروا المبيعات طق. اي درت مليار ديال الدولار الصاد ديال المبيعات العام اللي فات، فهمتي؟ انت كتحماق وكتسطم، عمر بعتي حتى 200 درهم صحيحه صاحبي، فهمتي؟ ما تبقاش ولا كثر ديال الهضره دايره عليهم، فهمتي؟ هذيك ختنا عيانه الصاد انت كدوي، فهمتي؟ انا بالعكس اي ريسبكت اي مدفكر كنسمع عليه الهضره، والله الصاد هذا داير شي حاجه في حياته، فهمتي؟ من الاخر هذا الصاد هذا اللي نايض عليه الطنوعيرات الايام هادي دير شي حاجه في حياته بالرجوله. كل ما كانش دير شي حاجه في حياته ما كاين لا دي دوي فيه، وما كاين لا دي تافي، وما كاين لا دي حاجه عليه، وما كاينش لا دي تسوق ليه. ودونك خاصك انت باش تعرف انك كدير شي حاجه في حياتك هي فهمتي راه تبدا عليك الهضره، ويو نيد تو بي ريدي، لان ديك الهضره فهمتي شي حاجه عاديه وشي حاجه طبيعيه، ولا صات الا ما كنتيش بالمناسبه ماشي كاع الناس كتسيبورتي الهضره، الا ما كنتيش قادر تهاندلي ديك البريشر داك الضغط ديال بنادم خوا اخونا، فهمتي؟ راه ماشي ما تنقولش لك انت خاص، فهمتي؟ راه ترامب اكبر واحد فهمتي، عنده المشاكل والفضائح، والمره اللي بقى الميكرو خدام سمعتي شنو قال لختنا اللي حدانا، ما قدرش نقول شنو قال، انا كانت كامله هضره خاسره. الفضائح، ترامب يونيفرسيتي، قضيه ديال الناصب، الصاد هو اللي حاكم الامريكان بغيتي ولا ما بغيتيش، فهمتي؟ حكمت فيها المحكمه، عطى الناس تعويض، الصاد هو اللي حاكم الامريكان، هو اللي حاكم الامريكان، فهمتي اخاي شنو هي؟ هو اللي حاكم الامريكان، هو اللي حاكم اكبر دوله في العالم، هو اللي حاكم اكبر اقتصاد في العالم الصاد، وكثير عليه الهضره الصاد. هادشي تيعلموه للفقراء، ديك اللعبه ديال سيرجن بالحيط ما خاش تكثر عليك الهضره الصاد، ناري كيدوي عليك الصاد، تفضحتي تفضحتي خوي 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 الصاد. هادشي تيعلموه فهمتي، تيعلموه للمدرسه ديال الفقراء الصاد. ترامب يدوي عليه حتى الصباح الصاد، بقى دوي تما زيد دوي تما، حاجي تما فهمتي الصاد، تي دونت جيف ا فاك. وماشي دابا دويت لك على ترامب وكذا، عندناش صم ما دافكرز في هاد البلاد هادي، حتى هما صعاب عيام دوي عليهم فهمتي، في راسهم في راسهم خونا من الكراطه كمثال فهمتي الصاد. شفت بنادم غوج حتى عيا دازت فهمتي، رئيس البرلمان من الاخر تقول هاد الصاد هذا ماشي ساهل، فهمتي؟ على حقاش كاين المنطق ديال الفقراء وكاين المنطق ديال الاغنياء الصاد، فهمتي؟ بغيت انا ما تبدل ديك العوينه ديال الفقراء ديال واو رجع الصاد راه بوعدك كدوي، غتبقى حياتك كامله كدوي. انا الصاد اللي كيتابعوني باغيهم يديروا شي حاجه في حياتهم الصاد، ما بغيتكش تدوز حياتك كامله واو رجع. ومالك الصاد حاضر راه جي رجع. كاين واحد الصاد حتى هو اللي كنحتارمو بالشد فهمتي، حتى هو فهمتي كان في واحد الخطاب كان كيخطب هاكو بنت الحجره جايه عين طن، عطاتو للراس بحال هكا، ومشى للسبيطار خيط ورجع كمل الخطاب ونبيل بن عبد الله فهمتي. صاد هاد الناس هادو انا فهمتي، يقدر انت تكون كتشوف عندك صاد، انا هاد الناس هادو كنشوفهم واحد فهمتي، خاصك ترجع للور بيان سور، الا بقات عندك ديك النظره ديال الفقراء بقات تغوت هاكا غادي تبقى حياتك. انا كندوي على واحد الناس فهمتي من هنا لقدام غادي يتميزوا، تنحاول نعطيهم شي حوايج يتميزوا بهم الصاد. هادوك خوتنا خليهم، هادوك حياتهم كيغوتوا. نزل الكومونتير، كومونتي شويه، سب شويه، تلقى هاد الفيديو في اليوتيوب نزل فهمتي غوت شويه صافي، وضرب ديسلايك وتكل على الله الصاد، سير كمل حياتك، سير فهمتي تشوف لك شي فيديو ديال تراكتور طراكس، المهم قابل داك الشيء، سير حياتك راه غادي تبقى ليه. تندوي انا مع شي ناس اخرين فهمتي الصاد، كاين واحد الشوفه ترجع للور، خونا جاتو الحجره في الراس، كان تيخطب كان باغي غادي يخطب، جاتو الحجره في الراس ياك، مشى خيط رجع. انا ما كنتش غادي نرجع، انا شحال هادي ما كنتش غادي نرجع، انا شحال هادي لا طرا ليا نفس هاد الفلاش هذا، ما غاديش نرجع الصاد، فين غادي نرجع انا؟ راه الله بوقلوني اصاحبي. ولكن الصاد هادي عقليه ديال الفقراء، اي ريسبكت داك الصاد بالجهد فهمتي، كنحتارمو بالجهد،
كامل جلس فكر مع راس كنت شي غادي تخطب زفو عليك بحجره جاتك في الراس واش تمشي فحالك 99.9999 غادي يمشي فحالو. انا بالعقليه القديمه غادي يمشي فحالي. العقليه الجديده الصاد نو ما نمشيش فحالك. عرفتي علاش؟ اصلا 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 واحد القضيه بعدا كتولي كتولي فهمتي كتشوف بلي داك خونا اللي زف عليك راك طرطرقتي ليه المرار فهمتي راه عذبتي مثلا بحال فهمتي شحال هاجي شحال هاجي 2014 كنعقل كنت كنسد البروفيل كدا كنسدو 3 شهور 4 شهور كنعاود نرجع عاوتاني فهمتي كنت كنغبر 3 شهور 4 شهور كنسد البروفيل كنعاود نرجع عاوتاني شحال هاجي كنفهمتي لا خوان شي شويه الانتقاد اش كندير تنسد البروفيل 3 شهور 4 شهور كنبقى عاوتاني كدا تنعاود نرجع فهمتي فهمتي تبقى عايش بحال هكا عاوتاني بنادم تيجي تينتقدك شويه كتمشي كتبدل ساعه باخرى كدا من بعد الصاد فهمتي ملي كتريح مع واحد الناس ستيل ديال ترامب بيان سور فهمتي ماشي ستيل ديال المادافاكرز اللي كنت كنت مريح معاهم في المغرب تيقول لها صاب اش بغيتي كنت تخرج واحد الكلمه خايبه اش بغيتي دير بهذيك الهضره اللي كتسمعها الصاد صافي صاحبي سد وين علبو بنادم ولاش كتسمع لبنادم صاحبي ولاش كتخليه يحل فمك انت ضارب صريفه صاحبي علاش تحل هذاك البروفيل وبنادم يفهم عليك الصاد المنطق الجديد سبني طرطقت لك المرار ما كنتش غادي تسبني شوف فيا مزيان ما كنتش غادي تسبني كون ما طرطقتش لك المرار كون فهمتي كون ما كنتش غادي تعصب وتغوت كون ما طرطقتش لك المرار ما كنتش غادي تكتب واحد الميساج وتغوت كون ما طرطقتش لك المرار ما كنتش ماشي غير هاد طرطقت لك المرار راهي شويه صاحبي راه الحاله فاش رديتك راه خايبه بزاف صاحبي راه خايبه حتى للتعاويض فهمتي هذا هو المنطق دابا اللي ولا فهمتي ديك اللعبه ديال تنكون غادي الحمد لله انت غادي تطلع البوست الاخراني ولا اي بوست عندي في انستغرام تلقى واحد 99 حظا هي ماشي سميتو حظا تجمعات عندي الناس الزوينه حظا والله ما نقولكش انا راه مجيريها وكذا يا داك الشيء رزق من عند الله غتحل تلقى فهمتي لان فهمتي في الاخر كتجر شي ناس بحالك كي تيتسدقلو شي وحدين غادي دير غادي دير غادي دير ديك القضيه ديال شوف لاست كومنت وبقى تقرا بقات قرات لقى واحد 99 ديال الميساجات الزوينه تلقى شي واحدين خايبين مني انا تنكون عادي كنكون غادي كنقرا كاين الميساجات الزوينه كدوز على شي ميساج خايب شحال هادي فهمتي يقدر ياثر فيا وهادشي اللي كيطرى بزاف ديال اليوتيوبرز وبزاف ديال البنات ديال الانستغرام اللي هما اصدقاء فهمتي تلقى حتى هي انفلونسر وتبارك الله وغاديه مزيان وتانتا ان شاء الله راه واحد منهم تكون غادي يبان لك واحد خونا فهمتي ديما كاين دوك خوتنا زوينين الله يعمر هادر تيجي تيسب لك الوالدين يسبك نتايا يكتب لك شي هضره فهمتي تيبغي ديك اللعبه ديال ها 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 انت هير كاكا ها ها صاد علاش تجي يعصبك هذاك خونا طرطقتي ليه المراره صاحبي راه مسكين مريض بك راه ولا مريض بك اصاحبي فهمتي عرفتي شنو يا صاحبي انا ما عقلتش اني كتب شي كومونتير خايب لشي واحد شي 6 سنين هادي 7 سنين وعاقل على اخي بكومونتير كتب شي 7 سنين هادي تكون شي 2014 وهداك خونا اللي كتبت ليه داك الكومونتير كنت تسناه نتلاقى به في شي فيلمو بخصوص عندما رجعت المغرب وانا وين نمشي عنده نعتذر ليه حتى هو شي واحد من الانفلونسرز الكبار في المغرب فهمتي الدراري اللي كيخدموا في الخفاء الدراري اللي ما كيبانوش فهمتي ديال الدراري اللي عندهم ستارت ابس كبيره وكذا كذا كذا فهمتي كنت واحد النهار في البروفيل ديالو طرات واحد الحمله ديال تزايدوا عليه في الهضره وحتى انا جيت لصقت ليه ديك ولكن بالروج ولا الاخوان وحق الله حتى كان ديك الوقيته ماشي كاع الخوت اللي داروا عليه الحمله وداروا عليه سميتو كان مطرطق لهم المراره لان داك الصات كان خدام كان غادي بعيد الصات فهمتي كان ستارت اب ديالو غادي مزيان كدا كان غادي مزيان واحد النهار فهمتي ناضوا ليه كدا المهم نطل هضره كثيره انا بان لي الدري صاحبي كيتقاجح معاه في الكومونتير ودخلت حتى انايا في اطار ديك التصاره فهمتي حتى انا ولكن الصات ندمت على هذاك الكومونتير هادي اللي دازت عليه شي دزت عليه شي 7 سنين هكا فهمتي ولا تلاقيت مع خونا نقول له خونا سوري ولكن فريمون حتى انا فهمتي بالرجوله داك الكومونتير جا لان كان فهمتي الدري صاحبي كلات بربيقه والدري صاحبي اصلا مطرطق عليه المراره وفهمتي حتى انا طرطقات ليه المراره عاد جيت كنكتب داك الكومونتير وديت تصرفيقه فهمتي هو ما جاوبنيش فهمتي الصات اصلا واحد الوقيته مابقاش كيجاوب واحد الوقيته الصوت مابقاش كيجاوب واحسن حاجه فهمتي احسن حاجه ما احسن حاجه ما تجاوبش اللوزرز الاخوان
هذا كان الموضوع بعجاله وباختصار بدل ما نديرو ستوريات درنا هكا قلت فهمتي ما تبقاش داك الشيء ديال الصاط علاش كتسمع المسلم هذاك الصاط باع الماتش اتس اوكي انت يقدر تكون بعتي الماتش الصاط انا بعتو شحال هذا صاحبي ما شاء الله.